والناس شافته بعد نص الليل فات على بيته وشقش على طيوره وبعدين قول بعدين شو أبو عصيف؟ قلني شو سوا بعدين؟ الناس شافته واقف بعد نص الليل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وين واقف أبو عصيف؟ وين واقف؟ أخي في ناس عم بتقول كان واقف ناحية الدك تبع سطوح بيتك، وفي ناس عم بتقول كان واقف على باب بيتك وعم يحكي مع المستور أختك. قول غير هالحكي يا أبو عصيف. هيك بدي أحكي. قول غير هالحكي. شو يا وطارة راسك يا أبو ماضي، يا وطارة راسك. وقف لألك أبو ماضي. والله إذا بشوفك مرة تانية واقفة على باب الزاوية وعلى سطوح راسك تقيمه. لح يا أبو ماضي لح، هي ما حبيتها منك بنوب، هيك بتساوي مع المستورة أخي. أنت اطلع من راسي ولا تتدخل بنوب، والله لعلق مشنقتها ما تحاكي والله. يا أبو ماضي الدبور لازم تعلق له مشنقته، الدبور. بسيطة يا دبور بسيطة، قلعناك من الباب اجيتنا من الشباك بسيطة. يا أبو بنتي حبيبتي بفهم من كلامك انك ما عم تشوفي الدبور على باب الصقر. يا أبو هاتي المصحف لأحلف لك اني ما عم شوفه وما عم بوقف معه. لكن منين جايب هالحكي عليكي؟ ما بعرف يا أبو ما بعرف، هذا الحكي أصلا كله كذب. استغفر الله العظيم، بنتي عم تشوفي الدبور صارحيني. يا أبو عم بقول لك لا ما عم شوفه. الله يصطفل فيه اللي بيحكي على أعراض الناس. ما عاش اللي بده يمد ايده عليها وانا عايش، واذا عاد مره تانية ابو ماضي بدي يخلع له ايده من شرشه. ليش انت مين لحتى تحكي هيك حكي؟ الدبور ويلي ناوي يتجوزها على سنه الله ورسوله. يلي طالب حلال ما بيساوي حرام. ليش انا شو عملت حرام يا ابن نيزه؟ وقفتك على باب صقاق مع المستوره، هي شو بتقول عنا حلال ولا حرام؟ ابو نيزه انت بتعرفني اني انا ما بخاف غير من ربي اللي خلقني، وحياة ربي اللي خلقني انه هي المستوره ما في بيني وبينها شيء بيغضب رب العالمين. ايه ليش ما عم بتشوفها على الاسطوح؟ من ورا الدك ابو نيزه، من ورا الدك. ايوه لك من امتى كانوا الحميماتيه ينظروا على حريم جيرانهم؟ طيب ببوس ايدك يا ابو نيزه، لاقي لي حل خليها تصير حرمتي على سنه الله ورسوله، والله لحطها بعيوني. راح ادخل لك بالقصه، بس عود آدمي من هون لوقتها. لك أنا بعرفك منيح، بس غيري بيغار منك وناطرك على الوحدة. أمرا حكومة جديدة، حكومة عربية بكاملة والحمد لله. الحمد لله. والملك فيصل عم يعمل جهده والإنجليز عم يدعموه. بس ما أنا خارطة نشطي إنهن عم يدعموه بس نكاية من عصم الله. نحن علينا نتم مفتحين وندعم حكومتنا العربية. لك يا جماعة خلونا نحن عم ندعم الحارة، شو بدنا نطعمي لنطعمي؟ والله يعني خلوها على الضيق بترجاكم. شوف أبو نيزك، أنت جبته على الحارة وأنت بدك تطالعه منها. إيه شو بدك يعني أعمل معه يعني؟ طالعه من بيتها. الزلمة ما سوى شيء أبيح بالحارة ماضي، شلون بدي طلعه؟ قلي شلون؟ هلأ كل شيء سوى وما سوى شيء يا أبو نيزة. مو أنت الحق عليك أبو ماضي؟ شو الحق علي؟ الزلمة تقدم من أختك طلبها منك قدام كل رجال الحارة. إيه بس أنا ما بعطي أختي لواحد مو معروف قرعة أبو منين؟ خطاب ابن حسب ونسب أبو ماضي. يورجينا حسب ونسب ونشوف. وانت غلطت يا ابو نيزه لما لفيته على الحاره وسكنته عنا. ايه غلطت. بعدين على شو بدي اعطي اختي؟ على شو؟ على الذهب اللي عنده ولا على اللقمه اللي ما عم يعرف ياكلها؟ واذا قلت لك انا بذات نفسي جاي اخطب اختك للدبور شو بتقول يا ماضي؟ طلبك مرفوض ابو نيزه، لا تواخذني، حط حالك محلي. قول غير هالحكي يا ماضي، الدبور ما بيتعيب. عندك ما بيتعيب، وانلف علي من ورا ظهري وعلم علي، هذا لانه اندبوري وبلا اصل. انت غلطت يا ابو نيزك. ايه غلطت،
لأنك جبت لنا على الحارة واحد مو معروف قرعة أبوه منين. اسمع يا بي، للي ما سألتك عليه من زمان هلا بدي أسألك يا، مع إني بعرف أصول الرجال بحالها. إذا كان مشان إنه أبو ماضي عم يعيبني بأصلي وفصلي فقل له إني أنا ابن حسب ونسب أكتر منه، وإن كان عم يعيبني بطفري فالفقر معي، ومشان القتلة العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلى. والله ما خليت اللي حكي، بس اللي بدي أعرفه شو طلعك من حارتك. بكرة باخدك وبسمعك بإذنك وبورجيك بعينك مين أنا، بس مو هلا، كل شي بوقته حلو، كل شي بوقته حلو. شوف أبو عاصف بده يطلع من بيته هلأ ولا بعدين، وإلا أنا رح أتصرف معه. لازم لازم أبو ماضي لازم. لا وشو؟ قال جناب أبو نيزر جاي يطلب مني إيد أختي للدبور. أيوة، وإنت شو قلت له؟ ما فشر جوز أختي يا أبو عاصف. لا تواخذني أبو ماضي، بس يعني فكرت إنه أبو نيزك نخاك. الله يسامحك، كل هلأ شايفني بلا أصل لجوز أختي لواحد مقلع من بيت أهله. لك صحيح أبو ماضي، هلا ما قال لك أبو نيسك هذا الرجال شو عامل لحتى مقلع من حارته؟ ما قال. لك مالي عرفان على شو عم يدافع عنه وحابه؟ أم كأنه ابنه؟ ليش ابنه لأبو نيسك أحسن من الدبور يعني؟ إما الاثنين مثل القليط ماشيين على الأرض. الله يرحمه، مات وصار تحت تراب، ورح يلحقوا الدبور إن ما طلع من حارته. شبك يا مو شبك؟ شايفتك مو على بعضك. شو شبني يا مو؟ عجبتك هالرمل اللي راميني اياها اخي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يوم بالليل بنشوف الدبور اذا رجع على البيت تبعه، وبنستناه كم يوم، بس إذا ما إجا رح يروح عليه كل شيء يا أبو عاصف. وحياة عيونك يا أبو ماضي، أنا مجهز له حالي، حتى لو كان بالبيت أنا حاضر له. كفو كفو يا أبو عاصف. دعي أبو عصيف. اترحم على طيور أبو ماضي. بري عليك شريف. شريف شريف يا الله يا الله. تفضل أبو عصيف تفضل. الله يزيدك شرف أبو ماضي. الله معك أبو عصيف. اطلع يا وطير. انزل يا وطير. شو بدك مني ولا؟ انزل يا قتال الحمام انزل. انزل يا غدار. نازل لك. انزل. انزل يا قتال الحمام يا غدار انزل لورجيك قيمتك. اليوم يوم ولا تقول. انزل يا قتال الحمام انزل. انزل يا غدار. جعل بابو لها. لك شو زنبون هدول الطيور البرايا؟ لك شو زنبون؟ لك شو زنبون لتفتصل واحد واحد ايه؟ لك يا حرام الشوم عليك. انو طيور هدول؟ انا ما دخلني ولا جاي تتبلاني بقلبيتي. لك انا جاي اتبلاك. لا والله ما حذر. لك انا جاي ابتلي فيك. اسحبوا لا انا اللي بسحب. لا لك 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 Thank you.
بروحها. يا على ما مش في قلبي الا روحها. اختيط الحمامات بس. دب سلاحك دب! السلاح بيد سلاحك بيجرى! لك ما فشلت يا واطي! قرب لك! أنا شو دخلني بطيور أبو نيزك آه؟ شو دخلني لحتى تتهمني فيه؟ لك أنا شلون ماتوا كل طيور بماضي؟ فهمني إياها هي، عرف لي إياها! إله كم يوم غايب عن بيته أبو نيزك، بجوز ماتوا من جوعه. بسلامة معرفتك أبو نيزك، الطير لما بيكون داشي رب العالمين بيطعميني، لأنه لما يجوع بيهشل بيروح بياكل وبيرجع لهون لعشه، وأنا طيوري داشرين، يعني مالهم محابيس مثل ما عم بيقول لك. إيوه شو يعني خطان؟ يعني مقصودي هن اللي قتلوا لي طيوري. العمى، معقولة يساووا هيك؟ لك معقولة ونص. خد هدول الميات وشرب طيوره الأبماضي منه وشوف كيف رح يفطسوا طيوره واحد ورا الثاني. شو هذا ابن إذا؟ ما بدك يعني صدقك انك ما دخلك بقتل طيوره للدبور؟ وشو يعني؟ شرب طيورك منه. بس طيوري ما لهم عطشانين. لو كان انا بشربهم بايدي. لا يا ابن إذا ما بتقرب عليهم بنوب. ايوه بفهم من كلامك انك انت عاملها. عاملها وكنت بدي اعملها من زمان مشان هججه من الحارة، وهلا صارت واحمد ما عنده يطبخ. بس هي العمايل ما بيعملوها حميماتية قبضايات يا ابو ماضي. انا قبضاي ابن عن جد يا ابو نيزك، لا تتعدى حدودك. ايوه انت قاعد ببيتي. ايه معناتها لا بقى حدا منكم يلومني. شو رح ساوي من اليوم ورايح؟ لا اصحك ترفع سلاح بوش حدا مشان طير لك دبور. اصحك. انت عم تحكي هيك لك ابن ايزان؟ انت عم تحكي هيك؟ لا تفتن لي جروحاتي، لا تعيد الماضي، لا تعيد الماضي لك دبور. ليش حتى ما عيده بقى؟ ابني نتل مشان طير لك دبور. ابني نتل مشان طير. شلون؟ كما شو له طير راح مشان الفكاك تبعه. كلمة من هاد كلمة من هاد ما رضوا يعطوا اياها، سحبوا الفرودة على بعض. راح فيها ابني لك دبور. ابني نتل مشان طير لك دبور. لك يروحوا كل طيورك بس ما يخمش اصبع واحد من اصابع ايدها. انت غالي على قلبي كثير دبور، غالي على قلبي. انا شفت شبوبية ابني فيك لخطاك، كرمال النبي لا تحرمني منها. لك خذ بيتي بدل طيورك، خود يلي بدك يا، بس انت بعيد من هون، بعيد من هون كرمال النبي. كرامتي ابن إيزان وكرامتي. كرامتك عندي، انا باخذ لك تارك منه. انت لا ابن إيزان، انت لا، انت لا، انت لا، انت لا لك خطاه. خليك بعيد عن مشاكله. انا بعرف كيف رد لك كرامتك منه بدون ما حدا يلمس شعره من شعرات راسك. بس كرمال النبي بعيد من هون، بعيد عنه.